أهلا بكم من جديد. كشف منظمو مجموعة الولايات المتحدة لكأس الأبطال الدولية الودية عن الجدول النهائي للبطولة التي ستقام الصيف المقبل. النسخة الخامسة من المسابقة ستقام بحضور 8 فرق عالمية، وستعرف مباريات في غاية الإثارة على غرار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. ويلاقي الريال أيضا مان سيتي، إضافة إلى العديد من المباريات الأخرى منها مانشستر يونايتد الذي سيواجه كلا من مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة، فيما سيخوض يوفنتوس عددا من المواجهات على غرار لقائه بروما وباريس سان جيرمان. وستقام المباريات في الفترة ما بين 19 و30 من يوليو المقبل. بعد 5 أو 6 أيام من التحضيرات للموسم، وحينما تواجه مانشستر يونايتد وتواجه برشلونة، ستكون مرهقا جدا، ولكنه أمر جيد بكل تأكيد، لأنك ستبني فريقا يريد الفوز، لأن لا أحد يريد الخسارة أمام هذه الفرق. بين هذه الأندية ليست هنالك مباريات ودية حتى لو سميت كذلك، إنها أندية كبيرة، لذا إنها مرحلة لبداية العمل الذهني أيضا.